أربعة لممثل تونس النادي البنزرتي. البداية كانت في الدقيقة 17 والمسجل محسن ياجور. الهدف الثاني للرجاء جاء في الدقيقة 39 والمسجل دائما محسن ياجور. خلال الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 79 عبد الإله الحفيدي سيسجل الهدف الثالث لفريق الرجاء قبل أن يختم حمزة برزوق بهدف رابع في المباراة في الدقيقة 89.